قبل أيام فقط سادت الفرحة أجزاء كثيرة من مدينة عدن، وتذكر معها الأهالي مرارة ما عاشوه قبل عام، وحين بدأوا التفكير بالمسافة التي اعتقدوا أنهم اجتازوها نحو السلام، تمت إعادتهم إلى تلك اللحظات المريرة الممزوجة بمشاعر التناقض. أعيد إغلاق مطار مدينة عدن وتحويل الرحلات إلى سيئون، ورغم ذلك لم تتوقف رغبات التدمير، فقد أفاقت أجهزة الأمن على نوع جديد من المحاولات. تم الكشف عن مجموعة من الصواريخ، قالت إدارة أمن المحافظة أنها كانت تستهدف مطار عدن المغلق منذ هجمات صولبان. وإلى جوار الصواريخ تم العثور على الطريقة التي تعمل بها التنظيمات الإرهابية، حيث كان هناك أدوات بناء وآليات اعتاد الناس رؤيتها عند التأسيس لإقامة المشاريع، لكن هنا تغيرت مهامها وتبدلت خدماتها. ووفق بيان إدارة الأمن، فقد تم إلقاء القبض على من كانوا يتولون حراسة صواريخ كانت موجهة نحو مدينتهم. وكان خبراء قد حذروا في أوقات سابقة من تسرب أسلحة ذات المدى البعيد إلى أيدي مجهولة، لم تعد كذلك، فقد تبين بعضها واتضحت أهدافها إزاء مدينة تحاول الخروج من مأساة الحرب دون جدوى.